استكمالا لجهود وزارة النقل والمواصلات في رفع مستوى الوعي المروري، فقد عملت الوزارة خلال الفترة السابقة مع شركائها الإدارة العامة لشرطة المرور واتحاد مؤسسات السلامة المرورية وبعض المؤسسات الحكومية للحد من الحوادث المرورية من خلال إطلاق سلسلة من الفعاليات التي تم تنفيذها تحت عنوان بكف حوادث، والتي تمثلت بمشاهد حية لمركبات مدمرة بفعل الحوادث المرورية، وتم وضع المركبات في المفترقات الرئيسية وفعاليات أخرى، منها مشهد تمثيلي للأطفال وجدارية فنية تحاكي واقع الحوادث المرورية في قطاع غزة. كما وأعلنت وزارة النقل والمواصلات عن جملة كبيرة من التسهيلات والتخفيضات على رسوم الترخيص التي تطلق لأول مرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وهذا يأتي مساهمة من وزارة النقل والمواصلات لمساعدة السائقين بالسير على الطريق وفق أحكام القانون وتعزيزاً لمبدأ السلامة أولاً. وهذا تأكيد لكافة السائقين ولكافة أبناء شعبنا الفلسطيني، إنما تلك التخفيضات جاءت من باب تعزيز السلامة المرورية ومن باب حفظ الأرواح والممتلكات، ومن هنا ندعو السائقين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية. لذلك قد قررت وزارة النقل والمواصلات والإدارة العامة للشرطة المرور إطلاق حملة الفحص الشتوي بهدف الفحص الفني للمركبات في كافة محافظات قطاع غزة للتأكد من صلاحيتها للسير على الطريق وتأهيلها لفصل الشتاء، وذلك بالتعاون وتأكيدا على مبدأ التعاون الدائم والعلاقة المتينة مع الإدارة العامة لشرطة المرور والمؤسسات الشريكة ذات العلاقة، وذلك اعتبارا من صباح هذا اليوم الموافق 16 من نوفمبر لعام 2021 ولمدة 4 شهور. لذلك نهيب بجميع المواطنين القيام بتجهيز مركباتهم وفحصها استعدادا لفصل الشتاء من أجل ضمان سلامة مستخدمي الطريق وضرورة الالتزام الكامل من قبل جميع المواطنين بهذه الإجراءات، حيث أن الحملة تهدف لفحص الأجزاء الأساسية في المركبة للتأكد من صلاحيتها وإشعار السائق بضرورة صيانة الخلل إن وجد. ومن أجل سيرها على الطريق فإن كانت المركبة صالحة يتم منحها ملصقا يوضع على الزجاج بأن هذه المركبة قد فحصت وصالحة للسير على الطريق. أما إذا كان فيها خلل بسيط يتم حجز أوراق السائق لإصلاح الخلل ثم إعادة له الأوراق، وفي حال كان هناك خلل جوهري كعطل في فرامل المركبة يتم إعطاء إشعار لسائق المركبة إذا لم يتم العمل على إصلاحها، ويجب أن تكون المركبة مجهزة فنياً لاستقبال هذا الفصل من حيث عوامل الأمن والسلامة المتمثلة أولاً سلامة الإطارات والتأكد من صلاحيتها وعمق الأخاديد التي تساعد على زيادة الاحتكاك على سطح الطريق وبالتالي تمنع التزحلق نتيجة الأمطار. ثانياً فحص الفرامل سواء كانت أمامية أو خلفية وفرامل اليد والتأكد من صلاحيتها واستبدال التالف منها. ثالثاً فحص البطارية والتأكد من صلاحيتها وقوتها واستبدالها إذا كانت ضعيفة والتأكد من أقطاب البطارية ونظافتها. رابعاً التأكد من صلاحية مساحات الزجاج ونظام رش الماء واستبدال التالف منها. خامساً التأكد أن جميع المصابيح الأمامية والخلفية صالحة واستبدال المعطل منها وكذلك نظافة الزجاج المصابيح. وختاماً نتمنى السلامة لكافة أبناء شعبنا على الطرقات وفي كل أماكن تواجد أبناء شعبنا الفلسطيني. وزارة النقل والمواصلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.